إنا لله وإنا إليه راجعون، أين المنادي ومسلما؟ عندما نظر إلى أصحابه خذلوه، لا ناصرا ولا معينا، أيقن بالشهادة واسترجع، ثم مضى في مسيره وهو حائر لا يدري إلى أين ينتمي. يمشي وفلك فكر يدور، لكن خاطره مكسور، لما انشاف له معمور، تم موجف على بابه ونار الهضم يضرمها. طلعت جارية من الدار، موجف شافت على الباب، رادت تقرب تسأله ولكن غدت من تهاب. لما انشافها مسلم من عدها القلب مرتاب، قال لها أريد الماي حر العطش فتح شاي، قالت له بوسط عيناي، جابت له وشرب منه وصارت وقفته يمها. تنظر إليه نور عيني سير لأهلك، سكت مسلم، قالت له شربت الماي موجف لا تضل على الباب، تدري الحرم ما تمين ومن الأجنبي ترتاب، وهذا اللي يلي وليدي ذبل على البسيط حجاب، وخاف الناس تتعدى وتقول الموجف اش عنده، وعلينا من العرب نقده، وهاي العرب يا وليدي تدافع عن محارم. بعذرها يا من سمع مسلم يمضل من هالعذر محتار، قال لها غريبانة ومالي بهالثنية دار، عندك ما يا تبيتيني حر للصبح خطة، قالت له لك شاوي، قال لها هل بعيدين مسلم وابن عم حسين بيا غدرة الكوفة وطاعة لعد ظالم. لما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك، طب الدار يا وليدي انا وكل هلي نفداك، اويلاه يا با طب الدار يا يمه وبقش ما تريد هناك، اويلي يا با دخل الى بيتها ومضى ذاك الليل بين ساجدا وراكعا، تنظر إليه ما هومت عينه بالنوم، لكن عندما بان خيط الفجر جاءت بماء إليه يسبق الوضوء، دخلت عليه سيدي اسبق الوضوء، نور عيني ولدي ما رأيتك البارحة رقدت، قال لها لا هومت عيني في النوم ولكني رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي في الرؤيا العجل العجل إلينا إلينا، فعلمت إنها الشهادة. بهذه الأثناء وإذا بوطئ أقدام الخيل على باب داره، نظرت إليه صاحت يا ابن عقيل، شد يا ابن عقيل، ما العمر إلا ساعة فلا تجعله إلا طاعة، اجت ليه الزلم والخيل صمصوم بأثر صمصوم، صار لهم هضل وصياح وعلى الباب كلها تحوم، اجت طوع على عد مسلم قالت لا يا مسلم قوم، اسمع هالهضل والويد لعد شخصك يا غالي تريد، طاعة
طلع لجموع حل صنديد يرعد قام صمصام ويمطر من جماجمها. قلب الميمن ميسرة وهو يضربهم بسيفة، قتل منهم 40 مقاتل، وكان من قوته وشدة بأسه يأخذ الفارس من على ظهر جواده يجلد به الأرض ثم يرميه على سطح الدار. كبر من طلع بالباب تكبيرة علي بصفين، خلى الكون مظلم صار من صول سفير حسين. ذلها وذلت الفرسان ما تندل دربها منين، من صرخته الشمرايه الهوت عالقاع ملفوفه. اكرم وانعم سيدي تكاثرت عليه الخيل والرجال من كل جانب ومكان، ولكن كلما اشتدت عليه الخيل اشتد بأسه، قام يشردس الفارس على الفارس بعساله يسك نفوس يحصد روس ما حد قدر يدنا. كل صاحب علم معلوم شتشه وبالرمح شاله، صرصر عاد بيهم عاد حط بقلوبهم خوفه، الى ان كتب محمد بن الاشعاد الى عبيد الله بن زياد مدني بالخيل والرجال، قال رجل واحد يقتل منك هذه المقتله العظيمه؟ قال نعم، ارسلتني الى سيف من سيوف علي بن ابي طالب. مده بالخيل والرجال جاءت إليه الصفوف تزحاب، قلبها ومن دم الفرسان يمطر قام عسالة. انتخب عم وحلف بحسين كوني سدر الغارة، خلى الزلم ما تندل مفرها وبقت محتارة. بحر من دم جرع للقاع شال وبعد شيروفة، ولكن كثرت به الطعنة فرقة ترميه بالحجارة، وفرقة ترميه بالنبال، وفرقة ترميه بالنار، وهو ينادي عطشان عطشان. لا ناصرا ولا معينا له، إلى أن جاء له لعين ضربه بخاصرته برمحين وقع على وجهه. قالوا له مكنا نفسك، قال هيهات والله هيهات. أخذ سيفه بيمينه شد على القوم وهو يطردهم، إذ حفروا له حفرة وقع بها أين المنادي ومسلم. قيدوا يديه ووضعوه على ظهر داب، وجيء به إلى قصر ابن زياد، وقف قدام ابن زياد لكن تهمل عيونه، يقل ما يهل دمعال مثلك من يقيدونه، يقل بشاي مو لجلي البكي على حسين وضعونه، أبكي على حسين وهلا وضعون خوت المجبلة يا أبويا. أولا يا با دخل عليه فلم يسلم عليه في الإمارة، هنالك عبد واقف قال سلم على مولاك بالإمارة، قال أميري حسين ونعم الأمير. صاح صعاد يا بن حمران لعل القصر بيه بساع، وقطع رقبته بالسيف ورميه على وجه القاع، ويصعد وبيه والطيبة يباوع والقلب مرتاح. سلم على حسين وهلا ونادى يا بن عقد الولا، خويا السدر ضعون العائلة وبالك تطب القرب، ويبالك تطب الكربلة أين الضاجون ومسلما.
قال له لا تقتلني حتى أسلم على سيد الحسين، خل نسلم ويا مسلم أدار بوجهي إلى طيبة. صاح السلام على الحسين، السلام على الحسين بهذه الأثناء، ثم طلب منه يصلي ركعتين، ما إن أتم الركعتين وإذا باللعين ضربه على رأسه. أين المنادي ومسلما؟ وقع رأسه على الثرى ثم رمى بجسده الشريف خلف الرأس. أولا يا أبا، أولا يا أبا، الكوفة كلها متفرجة ذاك اليوم، ما يم بس طاعة بس طاعة قاعدة يمه وتبجي. صاحت ما يجون ما يجون، هاشم دب الله ما يجون، هاشم هاشم المسلم ما يجون، بويا ويشيعون ويشيعون، يشيلون جسمه يشيعون. أويلا يا أبا، أهنش يقولون، يقولون الحر يعلم يا موالي، هذا بيت الدعاء، الحر يعلم إيه لولا، وإذا ببنتي حميدة في ركب الحسين ضاج خلقها، إجت إلى عمتي يا زينب، عن علي أبوي عم أبوي أمن الملهوف وينام بكتر داره، أبوي اللي يشبه الكرار لو جرد البتارة. يا عم وهاي لمدة طويلة انقطعت أخبار، وانا خايفة وجسمي مدي متعارض الرجفة، وانا خايفة وجسمي مدي اتعارض يا الرجل. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. يا الله، يا الله.